كابتن بلال الف مبروك، الاهلي خلص على طموح بيراميدز النهارده. عندك اعتراض؟ انا اقدر اعترض ده كلام. لا بص، انا اتفق مع الكباتن الحقيقه، اتفق مع الكباتن في حاجه مهمه جدا جدا جدا. انت بتلعب فرقه الطموح داخلي الحقيقه، طموح داخل، طموح من جواه، ما بيرتقيش انه يخرج بره. تمام، انا طموحي جوايا هيفضل جوايا طول عمري، بقى تخرجه باللسان، بخرجه بالضحك، بخرجه بالهزار، لكن انا طموحي جوايا ما بيتعداش، او ما ادخل ملعب كل حاجه بتنتهي. الاهلي النهارده كسب عشان هو النادي الاهلي، صح؟ تمام، لا قدرات ولا امكانيات ولا لاعب ولا، لكن انت كسبت عشان انت النادي الاهلي. تمام، اسم وقيمه وتقل النادي الاهلي حتى في اصعب الاوقات بترجح كفتك. في اصعب الاوقات بترجح كفتك، يعني النهارده ماتش كوره، لا ما فيش ماتش، انا ما شفتش ماتش كوره، بس شفت مباراه انت عايز تكسبها، صح؟ فقدرت ان انت تكسب وعرفت تستغل، خد بالك، مظبوط. ودي من الحاجات المهمه جدا طبعا، ان امتى اكسب فرق كبيره طبعا وانا تعبان، طبعا امتى اكسب باقل مجهود، امتى اكسب تمام وانا حتى بلاعب فرقه المفترض ان هي المباراه دي مباراه ديربي، خد بالك، المباراه دي لكنها لا ترتقي ان هي تكون مباراه ديربي الحقيقه. تمام، انت بتلعب فرقه حارس مرمى قدراته وامكانيات اقل من العادي جدا، حارس مرمى بيراميدز يعني اقل من اي حاجه. تمام، الدفاع ممكن يجي فيه 3 4 تجوان مستريحين، خد بالك، احنا بنحلل فرقه بيراميدز يعني، دفاع ممكن اقل من العادي جدا، بسهوله جدا الشوط الاول كان ممكن تسجل اهداف، وبسهوله جدا الشوط الثاني سجلت هدفين، وكان ممكن تسجل، كان ممكن تسجل اكتر من كده. هم يمتلكوا وسط ملعب جيد حقيقه، ايوه، الطرفين اللي قدام الاثنين اللي بيلعبوا تحت الفراوده امكانيات، يعني امكانيات ممكن نقول على الورق جيده، أيوة. على الورق، لكن قيمه داخل الملعب الحقيقه انا ما شفتش يعني اي، يعني النهارده يعني تحيه وتقدير طبعا لرامي ربيع النهارده اللي بعتبره مان اوف ذا ماتش النهارده، مع ياسر ابراهيم عمل شغل كويس، محمد هاني النهارده لفترات كتيره كان كويس، محمود وحيد في الحاله الدفاعيه كان برضو بيأدي بشكل جيد، على المستوى الدفاعي احنا كنا واقفين كويس قوي لحد اخر الماتش صراحه، يعني الثلاثي الامامي بتاع بيراميدز كان حركته مشلوله طبعا، مزبوط. طبعا طبعا مفيش، لا واحد ضد واحد، صح، مفيش بالك الكرات اللي فيها سرعات اختراقات، مفيش اي حاجه خالص، انت قفلت بشكل كويس، مزبوط. تميزت الحقيقه دفاعيا بشكل جيد جدا، صح، ودي الحقيقه الميزه اللي بتشتغل عليها وانت مجهد وانت تعبان، تمام، انك تبقى بتدافع كويس، وده اللي على فكره قلنا ما بين الشوطين، قلنا مطلوب منك ان الشوط الثاني انك تدافع كويس قوي، ما تفتحش الملعب، صح، انك تلعب زون ديفنس وتشتغل على هجمه مرتده سريعه. النهارده لو قفشه كان في حالاته كان ممكن يسجل النهارده 3-4 اهداف مستريحين. النهارده يعني حتى الجول اللي جه فينا جول ساذج شويه بلغه الكوره، يعني جول ساذج، مش في توقيت يعني ملوش لازمه، ملوش لازمه، يعني بيشبهنا بالجول برده بتاع السنه اللي فاتت، برده نفس يعني قريب شبيه منه، لكن انت قدرت تكسب، قدرت تكسب، قدرت تحقق الهدف المطلوب، قدرت تحقق الهدف المطلوب. كابتن علي، حاجه مهمه جدا، انت بتلعب مباراه كاس، ايوه، مباراه كاس، يعني انا بعدي ماتش بماتش خلاص، انا ما بعملش بلان كده لبعد كده دوري وهشتغل، لا انا بلعب مباراه كاس، مطلوب في 90 دقيقه نكسب مكسب، خد بالك، أيوة. وقبل كده انا مش بس بفكر في مكسب، بس انا بفكر ان انا ما اروحش للاكسترا تايم، صح، دي برده مهمه جدا، أيوة، لان انت أنا اصلا كمان بتمر بحاله، مزبوط، مش طبيعيه، حاله استثنائيه، صح، ده انت كمان عندك ماتش بعد 48 ساعه، أيوة، وده موضوع صعب جدا جدا جدا، فكان مهم جدا النهارده انك تكسب. انت خد بالك، احنا عشان بس الارقام تبقى بقى مختلفه، نخش في الارقام الطبيعيه، يعني انت كل الناس بتتكلم الاهلي كسب 3 وبيراميدز كسب 3 وتعادل 2 وهم 8 لقاءات، خلاص انت ابتديت تخش في وضعك الطبيعي، صح، ان انا لما ابتدي اخش في منافسه مع الخصم كنتائج، لا انا اللي متفوق، انا اللي اكسب، مظبوط، انا اللي متفوق، انا اللي بكسب، تمام، هو التاريخ بيقول كده، الاهلي في مصر هو افضل فريق، الاهلي في مصر بشخصيته وبامكانياته هو افضل فريق. النهارده مين مين النهارده او هات لي اي فرقه ممكن تكون مجهده بالشكل ده وبتأدي بالشكل ده وتكسب ماتش زي كده؟ صح، صعب جدا طبعا، صعب جدا 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 طبعا، الا اذا كنت بتمتلك شخصيه الناس بتهابها او الفرقه بتهابها، الفرقه الود... نعم يا كابتن، صح، مظبوط، الفرقه بتا... طبعا، يعني مين النهارده، اي حط اي فرقه مكان الاهلي النهارده بتمر بالحاله دي بتتغلب على طول، صح، على طول، صح، دون نقاش،
لكن انت عشان انت النادي الاهلي تمتلك شخصيه كبيره جدا والناس بتخاف منك وبتعمل لك الف حساب، حتى في اصعب الظروف بالنسبه لك بتقدر تكسب. مزبوط. وده المطلوب الفتره اللي جايه. يعني بحيي سامي على المكسب الحقيقه، تمام، تغييراته جيده، التغييره اللي عملها الحقيقه كانت تغييره رائعه جدا جدا جدا. يعني هو ممكن يبقى مصاب، بس التغييره كان ممكن لعيب لعيب تاني. مزبوط. تمام، لكن انت خلاص بتحاول تشتغل في الحته الهجوميه. صلاح محسن كان له بصمه في تسجيل الهدف الثاني الحقيقه، الجامب بتاعه ورايحها بشكل كويس لمجدي قفشه اللي عملها لحسام حسن، تمام، وساعدنا فيها شريف اكرامي بشكل كويس جدا جدا. يعني احنا بنحييه وبنشكره على المساعده اللطيفه دي. ايوه ما هو لازم ايوه ما هو ده لازم عشان الطموح يكتمل. ايوه عشان الطموح يكتمل. انا عايز اقول لك على حاجه، هجيب جول ازاي اذا كنت اتغلطت؟ ايوه لازم تغلط عشان اجيب جول، الا اذا كنت انا مارادونا يعني. تمام، ده موضوع هناك في الارجنتين. لكن هو يعني حسام صعب على نفسه شويه لما سابها. لا هو صعب على نفسه شويه، هو كويس. لازم يدوس على الكوره عشان يبقى واجها لوجه للشريف اكرام. بالظبط. تمام، بس الحمد لله شريف حلها له. تمام، فبرضه يعتبر كان واجه لا برضه لا ده لا يقلل من تعامل حسام مع الكوره برغم صعوبتها بعد كده. هو عدل بعد كده. ايوه بالظبط. يعني هو بالظبط استلم وحش او ما استلمش وحش، سابها. الفكره صعب على نفسه شويه، كانت وحشه. لكن طبعا التسجيل التصويت التنفيذ او التنفيذ بعد كده كان بشكل جاي مميز. مزبوط. كان بشكل حلو يعني. مزبوط. عشان نقضي على الظاهره اللي بتتكلم، يعني انت برضه لازم تقضي على الظاهره اللي طلعنا كل خمس دقائق في البخت. طموح الفرق الثانيه وامكانيات. مزبوط. والقدرات، وان الفرقه دوري ايه يا عم انت بتتكلم عليه؟ دوري ايه وكاس ايه وبطوله ايه بتتكلم عليه؟ استحاله يعني. صحيح. كابتن علي قال حاجه مهمه جدا، قال يعني عارف انت لما يكون عندك حاجه هش هش وانت شايفها ان هي حاجه قويه. تمام، هي كده الفرقه كده بجد يعني. مش انت يعني في تخيلي في كره القدم، تمام، لما بتلعب اسماء زي اللي قدامك دي، يعني المباراه طبيعه الحال تبقى رايحه جايه. انت ليك 3 4 فرص ولو 3 4 فرص. انا عايز اقول لك ان بيراميدز حقيقه على جول النادي الاهلي مفيش فرص حقيقيه على المرمى.